هلا والله شباب، يعطيكم العافية. معكم عبد العزيز، رجعت لكم سلسلة جديدة ولعبة جدا جميلة، وهي يا جماعة الخير انشارتد الجزء الثالث، دريك ديسبشن، يعني خداع دريك. الجزء الثالث يا جماعة الخير دحين يعني استمر الماراثون يا اخوان، ودحين جاء الوقت ان نلعب الجزء الثالث. الله يعطيكم العافية، والله شكرا يا جماعة الخير على دعمكم الجميل بالماراثون ذا. يعني بدينا بالماراثون ذا بالبداية، لعبنا الجزء الاول انشارتد 1، وبعد لعبنا الثانية امونج ثيفز، ودحين ثلاثة دريكس ديسبشن. ان شاء الله يا جماعة الخير راح العب الجزء الثالث كامل على صفحتي، واتمنى دعمكم وضغطكم على زر اللايك والسبسكرايب، اي دعم يجيب لكم جزاكم الله خير. فخلونا يا اخوان نبدا انشارتد 3 ونقول بسم الله. Men dream, but not equally. Those who dream by night, in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was vanity. But the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dream with open eyes to make it possible. This I did. Hands up. Enjoying yourself, pal? Oh yeah, you're a comedian. Nice warm welcome. They're both clean. My apologies. One can't be too careful. I'm guessing you're Talbot? Mr. Sullivan. And Mr. Drake. That's right. Do you have it? Let's, see the money first. Cutter. It's all there. Now let's see it. I'll need to authenticate it. Of course. Silver. 16th century, Elizabethan design, inscribed with Sir Francis Drake's motto. Well, it appears to be genuine. Well, of course it's genuine. If I may ask, how did you two come into this? Does it matter? My client will be very pleased. Hold on a minute. Sully, this is fake. I assure you, Mr. Drake. Whoa, whoa, you are right. This is phony as a $3 bill. What the hell are you trying to pull here? Perhaps I should be asking you. This is bullshit. Deal's off, pal. And you? You can tell your client you blew it. Come on, Nate, let's get the hell out of here. You're not really in a position to negotiate. Now give me the ring, take the case, and walk out of here like gentlemen. While you still can. Do as the man says, son. You're a thief. Well now, that's ironic. Come on. Okay, okay. Pressed مربع to attack. من أولها قتال كذا على فكرة باليدين. ثلاث عشان تتجنب. ايوه كامتر اتاك نفس نظام الجزء الماضيه. حلو حلو
بس والله القتال مبدئيا يا جماعة أسرع من الأجزاء الماضية. الأجزاء الماضية كان كنت أحس شوية بطيء. والله مرة شيء حلو إنه معنا العم صولي من البداية. كان الله يأخذك. واضح طوروا القتال بالجزء ده تصدقون. كافو عم صولي حتى وقعد يضرب. والله قتال جميل صراحة باليدين. الجزء ده يا جماعة قد ختمته زمان على البلايستيشن 3 بس نسخة الريماسترد ما قد لعبتها. يعني قد لعبته على البلايستيشن 3 بس ما كان ريماسترد. سلام والله قتال افضل بكثير. يعني خلاص خلونا نطلع من هنا. كافو جدرهم كلهم. شو اسمه يا اخوان هذا يخرب بيت الدهن عارف كيف فلوس مزيفة. عارفين عن غير الصفقة معاه. خرب بيت سوف تعافي ده. اوكي اوكي another round جولة اخرى يا جماعة تخرب فصل الاول دحين ومدرب ساكم كده زي اللعبة ديك ربي شو اسمها زي سليب الدوغز يا جماعة والله كفو والله مرة شيء جميل انهم طوروا القتال كده مدرب ساكم بس مدري حسما في وقت شوف بدري امسك وكذا بس بدي ارمي اعتقد بدك ترمي بس والله بدري كذا بس والله كفو القتال صراحه يعني والله فرق وفرق كبير ما بين الجزء ذا ولا الاجزاء الماضيه من ناحيه القتال يعني القتالين افضل بكثير يا سلام كفو ما ادري استخدم الاسلحه اللي حوالينا عارفين استخدم الادوات اللي حوالينا بالقتال شبيك بدر يمسك وكذا بريست مربع تو اتاك اجينست اول اوكي تمسك وتضغط عند اي جدار مربع يتفاعل مع الجدار ده مره شيء جميل خلينا نعيدها من جديد لازم تعلق على دائره صدقون والله ما ادري كيف اسويها سويتها اول سكاف وجادنا والله مره شيء جميل يعني القتال شوية ذكرني عارفين بلعبة سليب الدوغز هذا احنا حتى الطباخ والله ما ادري ايش بسوي معاه واضح لازم استخدم مع السلاح باليدين كذا ما اقدر مستحيل شوف كيف على خف شيء قاعد يجلدني كافو دريك والله الداس والله حركه رهيبه بس مستحيل عارفين لو بالحقيقه صدقوا لي مستحيل يعني يقدر يجلد واحد زي ذا شوفوا كيف متعافي واضح النظام مع الضخام لازم تخليه هو بالبدايه يهجم وتراوغ ضربته يا سلام ابلع البخوس كاف ادرى ضربه طيبه نخرج من الخلف سيس في المزيد من الأم هنا والله القتال وكأنه بلعبة سليب الدوغز يا اخوان شيء جميل والله القتال والله بالجزء الماضي كان يعني باليدين مرة كان بسيط مرة بعض الأحيان يورطك ممكن عارفين كان جدا بطيء اما دحين صراحة شايفه اجمل Come here.
Typical bloody Yank. All talk. Hey, 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 hey. He's had enough, haven't you, mate? Don't. Stay down. Hello, Victor. Kate? Still wallowing in the gutter with your protégé, I see. Not very dignified for a man of your age. Should have known you'd be behind this. Oh, careful now. Wouldn't want you to melt. Same cocky little shit. So fearless. I wonder what you're really afraid of. Not bullets or blood or broken bones. No. You get off on all this, don't you? Cheating death? Or not? No. Mr. Sullivan, I won't harm your precious boy. I merely want what's mine. Give me that back! Cutter! Oh no, oh shit! Hey, kid! You fool! Oh, you're bloody welcome, Your Majesty. Marlowe, we have to get you out of here. Ah, oh, come on, they're a right pair of arseholes. What? وهالشيء غريب يا اخوان، كيف كذا؟ من بداية اللعبة يموت البطل. والله ما ادري الجزء ذا ختمته، بس والله ناسي يا جماعة تأخر مرة. كولومبيا يا اخوان، احنا بكولومبيا. واضح قبل، عارفين نفس نظام الجزء الثاني كذا. اوه 20 years قبل 20 سنة اعتقد، هذا على اساس انه دريك هو صغير. واضح متحف ذا. Here we go. الفيس والفصل ذا زي ما تقول البداية الصغيرة يعني. والله هو جائزة. كم جائزة بالجزء ذا يعني؟ كم ها؟ كم يا جماعة الخير تريجر لازم تجمع؟ ايوه خلينا ننطلق. بداية جميلة صراحة الى الان البداية جميلة ما شاء الله. بس مدري انا ابحث هنا عن ايش. maybe upstairs. اوكي واضح لازم اطلع الطابق العلوي. في شيء ابحث عنه والله ما ادري شو هو. الخاتم اللي بداية اللعبة عارفين الاشرار ذولك يبغوه، هذا الخاتم اللي جبناه اعتقد بالجزء الاول، خاتم هذاك العالم اللي كان اسمه ماركو بولو اظن، فالكل يحاول يحصل عليه عارفين هو خاتم ثمين. بس دحيح دريك الصغير ده يبحث عنه، والله ما ادري. بس الشيء اللي يبحث عنه يقول فين، يقول شاف والله ما ادري فين. هنا يمكنه هنا. هو هذا الخاتم شايفين؟ كراب. ها
هذا العم صالي هو صغير حرفيا من يوم حرامي. هو حرامي محترف كمان جوكا. Ratita callejera, suélteme. Su clase de gente no es bienvenida aquí. ما أدري كيف كشفون والله ما أدري كيف. أنا ما سويت شيء. Quédate afuera. Pendejo. Pendejo والله ما أدري إيش معناتها. There he is. الجزء الرابع افتكر يجي وقت تلعب بدريك وهو صغير، بس الجزء الثالث والله ابدا ما ابدا ما افتكر الشيء ذا. الحين واضح لازم الحق سولي راح من هنا. الجزء ذا يا اخوان نزل 2011 ما شاء الله، كان كل سنتين جزء جديد من انشارتد. تو تيك كفر اوكي، الدائره اختبئ. فعارفين كان تقريبا كل سنتين جزء جديد من لعبة انشارتد زمان. عارفين كان شيء جميل والله. حلو واضح اللعبة تبغى تعلمني كيف الاختباء وكذا، مرة شيء جميل والله. أحب الشركات لما مثلا ما يغيروا طريقة اللعب، عارفين يعني النظام الأساسي نفسه. انشارتد 1 زي انشارتد 2، عارفين زي 3، كلها زي بعض من ناحية طريقة اللعب وكذا. هذا الحقل لين هنا حين فين راح العم سولي؟ والله ما ادري وذاك هو. عارفين واضح لازم الحقه، بنفس الوقت لازم يشوفني يخلونه يجي من هنا. ما ادري على فين رايح. والله شكرا اخوان على دعمكم بالاجزاء الماضيه، ان شاء الله راح العب الثالث بعد الرابع باذن الله. باذن الله الثالث بعد الرابع ان شاء الله. ندخل هنا عشان المكان ذا. شو المكان ذا؟ فين راح اصلا؟ والله ما ادري. اوه دخل هنا باب ورا باب. هذا والله ما ادري يا اخوان، انا ما اعرف اسباني. ما ادري ايش مكتوب هنا. اوكي. Another way up. من هنا؟ جميل التسلق صراحة بالعاب انشارتد. عارفين والله ما ادري ليش نوري دوغ ما كملوا على النظام ذا، كل سنتين لعبة ليش لا؟ يعني زمان كنتوا تسوون الشيء ذا. عارفين كان شيء جميل والله، كل سنتين جزء جديد من انشارتد. يعني اللعبة ذي ما اعتقد قد نزل لها جزء وكان فاشل، كل جزء على حسب علمي كان ناجح من ناحية التقييمات ما شاء الله، ومن ناحية المبيعات كل جزء اعتقد باع بشكل جميل. فما ادري والله ما ادري ليش ما استمروا. عارفين ان شاء الله يرجعوا كي ينزلوا العاب باستمرار. يخرب بيته، سوى نسخة يا جماعة من المفتاح. ما اقدر اروح من هنا، وكنا لازم اروح جهة الماسورة دي. من هنا واضح الحين يبغى ايش يسوي سولي؟ يبغى يرجع المتحف عشان يسرق الخاتم ذاك، اللي والله ماني متاكد خاتم مين بالضبط. يعني انا افتكر كان مع دريك من الجزء الاول، بس ناسي والله ناسي يا اخوان كيف جابوا. وعده كان زين والله ما كنت داري. مدري ليه موريك كم عدد الكنوز، والله نفسي اعرف بس مدري. الحين يا اخوان قلتكم من هنا انزل، ومن هنا ها
اوكي والله كنت قريب اقفز. الرسومات والله الى الان جميله صراحه، يعني بالجزء الاول انا افتكر يعني كنت استبلها شويه. كنت اقول لكم لما لعبت الجزء الاول اول مره كنت اقول لكم اللعبه تحسسك انها من العاب الجيل الجديد، يعني كنت استبلها يا جماعه. بس والله هنا الجزء ذا يعني شايف الحين تمام والله ما شاء الله من ناحيه الرسومات وكذا. شايفين انعكاس اشعه الشمس جميل صراحه. واضح لازم اروح من هنا. هذا واضح كان يعرف الحرمه ذيك اللي شفناها بالعرض دوبه، اسمها كيت اظن، عشان لما جات قالت سولي كذا كانها تعرفه، عارفين وقالت اسمه، واضح انها كان واضح انها كانت تعرفه. اي كيف كذا كان على بالي عارفين بتسلق مع على تحت كذا، كان على بالي راح يتسلق على تحت. اي راح منين، واضح لازم الحقه الحين كل عليه انزل. بس ما ادري ليه ما تسلق، عارفين كان على بالي راح يتسلق على تحت كذا، بس ما ادري ليه ما تسلق. اجي من فين؟ اوه واضح مع مع اللافته كذا. الحمد لله. ايوه اللعبة تقول لي برس داير عشان تنزل. ايوه زي كذا كعب راح ينزل فجأة عارفين، بس لا هو نزل حبة حبة كفو، بس بما انك تضغط دايرة. الحين خلونا نكمل نلحق وراح من هنا. هذول واضح انهم توام، شايفين شخصيتين ذي اللي هنا. ما ادري والله كانوا جلتش من اللعبة كذا، شخصية مكررة. Don't wanna go down there. ما يبغى يروح هناك ورا عشان في الحارس ذاك. I gotta find a way to get that wallet. أعتقد كل عليه تبعهم فقط. It's right there in his pocket. Now's my chance. إيه. أوه يبغى يسرق المفتاح الخبل. روح يا وحش. أنت كيف راح تسوي؟ بس روح. كيف أخذه؟ هاي يا جماعة تخير، كيف أخذ المحفظة من غير ما يحس؟ يعني اللعبة ما جابت، يعني ما أدري كيف سواها. Let's try that again. Let go of me. Ah, that's what I thought. Now don't try to run. You're a long way from home, son. Don't call me that. Parents must be worried about you. Yeah, not likely. Okay, sore subject. That was a nice lift back there. You're pretty good. I don't know what you're talking about, old man. Hey, don't call me that. Your technique is really sloppy, though. You're telegraphing all your moves. You're crazy. Yeah? You've been tailing me all over town. Probably figured me for an easy mark. But you picked the wrong guy, pal. What? My wallet. Fine. Maybe we'll just call the police. Go ahead. Of course, they might wonder why a middle-aged tourist is following young boys down alleyways. You are a crafty little beggar, aren't you? I know how to take care of myself. Anyway, I'm pretty sure you don't like the cops any more than I do. Good point. Kid. The wallet. Had to try. Of course you did. Telegraphing all my moves, huh? اوكي الفصل الثالث اخوان. Second story work. عارفين اخذ المفتاح يخرب بيته دريك، والله مو بسيط. ولما مسكه
سولي قال له حركتك كلها كنت دارسها يعني ما تمشي علي. شوف العرض دوبنا يعني عارفين على نهاية العرض شفنا دريك مع المفتاح وزي اللي يقول للسول انه يعني لا من جد انت عارف كل حركات يعني ما تعرفها كلها عارفين عشان قدر ياخذ المفتاح. والله مو بسيط صراحة وممكن سولي كان يبغى ياخذ المفتاح والله ما تدرون يمكن. الحين واضح لازم ارجع الى المتحف ذاك واسرق الخاتم الثمين. يو تجيبها يا بطل الحمد لله. That was close. واضح لازم من هنا ادخل. اوكي. هذا شاف شيء يلمع هنا. حلو حلو. الى الان مبدعين بالكنوز اعتقد كل كنزه جبته. بالجزء الاول اعتقد جمعت من الكنوز كم؟ هي كانت 60 اظن جمعت زي 10 اظن. بالجزء الثاني جمعت من 100 اظن. كم يا جماعه 20 اظن ما ادري 25 والله ناسي كم. المهم ولا مره جبتها كلها. ان شاء الله بالجزء ذا راح اجيبها كلها الكنوز. Look who it is. The filthy little stray that made off with your wallet. Come on, son. You haven't got a chance. Just hand it over. Now, the ring. What ring? خرب بيتك يا رب يجي وقت اقتلها يا رب عارف يجي وقت اقتلها. Filthy cast off little beggar. You're not fit to touch these objects. What the hell do you think you're doing? He's just a kid. Stop him. Stop the boy. أنا كنت تقهر الحرمة دي بس إن شاء الله يجي وقت كذا عارفين نقضي عليها. سلام عليك دريك رهيب والله مرة رهيب صراحة. فدحين يوم من هنا. عارفين مع الكاميرا كذا ما كنت شايف الطريق أمامي. سبوني الله ياخذكم سبوني. كيف هربت منهم؟ إلى الآن ما شفنا مسدسات كيف بالجزء ذا عارفين بس والله أتوقعها جدا جميلة. والله قفزت أخوان ماني متأكد الطريق من هنا ولا لا. حلو حلو واضح من هنا. بس ما أدري هو كان سولي شغال معاهم. عارفين مع الحرمة دي ولا العصابة دي ولا كيف والله ما أدري. إي كيف كذا قاعد يطرق علي؟ بس كافو سولي قاعد يساعدني. والله مرة رهيب. أعتقد لو مسكوني يعني اللعبة راح تحسبها جيم أوفر. آه صح ما انت غلطان شايف كم مع اذنه مسكه لازم بسرعه. يو من هنا من هنا الحين من هنا. يا سلام والله كفو صالي رهيب. بس ما ادري ليه قاعد يساعده يمكن عشان زي ما تقول ولد صغير كذا يعني يحاول يساعده. حمفان الحين راح امسك ايوه صح اعتقد كان لازم الف يمين صح صح كان لازم الف يمين ها او من هنا من هنا. اوه على خير والله اللعبه ساعدتني دوب عارفين كذا يعني حطوا الكاميرا امام المكان لازم تسلم منه.
والله الطفل وراي لازم اهرب. كان على بالي كنز ذا. عارفين شفت شيء يلمع كان على بالي كنز. Sorry about that. You little shit. يا سلام. والله ما ادري كيف جبت الطريق قاعد امشي بس. من هنا ها لا هنا العيد صح صح هنا تجيب العيد صح صح. والله شو ما ادري من فين يا جماعه. هو المفروض من هنا. يا اخي واجههم يا اخي. اقدر اواجههم. ومن هنا لا مو من هنا من هنا صح. الحمد لله. حلو حلو فلت منه. خبيتهم قاعدين يطرقون على ولد صغير مجانين ذولي. كيف كذا كم جاب القفزه ذي؟ هو اكيد من هنا بس ما ادري ليه ما جاب القفزه. ممكن قفزت بدري انا. حلو حلو المره ذي جابها والله اول ما ادري ليه ما جابها. من هنا. Look what we have here. Whoops. You all right? What are you shaking for? Just close your eyes. This won't hurt a bit. Okay, kid. You can relax, kid. We're safe here. Go on. Suit yourself. You don't want it. What do you want from me? A little gratitude would be nice. I did just save your ass back there. Thanks. But what's in it for you? I mean, you're a crook, right? You gotta have an angle. You are one piece of work, kid. What's your story anyway? Look, mister. No offense, but I don't even know you. Easily remedied. Victor Sullivan. This should be the part where you introduce yourself. Okay. Suppose you tell me what's so special about that ring. It belongs in my family. I'm just taking it back. Passed down from Francis Drake himself. That's right. I don't know how to break this to you, kid, but Drake didn't have any heirs. No children. Well, not with his wife back in England, anyway. Okay, good point. Let me see it. Come on, kid. If I was gonna take it from you, I would have done it by now. Thank you. So, what is this? Parvus Mem... Sic Parvus Magna. It means greatness from small beginnings. That was his motto. Yeah? You see, Queen Elizabeth gave it to him in 1581, when he got back to England after circumnavigating the globe. That's when she made him a knight. Well, you sure as hell didn't learn that on the streets. How's a kid your age know Latin? The nuns sort of insisted on it. So, like a boarding school? That's a nice word for it. Okay, then. So what was all that business with the ring and that astrolabe thing back there? Why don't you tell me? You're the one working for him. Look, kid. A client wants something, I obtain it. For a price. I don't ask any questions. It's just a job. Look pretty friendly to me. Yeah, well.
Anyway, I'm pretty sure I'm fired. Okay, look. First of all, that was no astrolabe. It's some sort of decoding device. Check this out. On his way around the world, Drake sailed through the East Indies. Only he says that it took him 6 months to get from here to here. Yeah, so? So it doesn't add up. He was way too good a sailor for that. It would have taken him a month, tops. He was hiding something. Something big. How big? Like secret mission from the Queen big. Like millions in plundered treasure that hasn't ever been recovered big. That big? That big. And that decoder has something to do with it. I would bet my life on it. Oh, swell. And Marlowe's got it. Won't do her much good without the key. So it's a stalemate, then? For now. So you still haven't told me what your name is? And you still haven't told me what you want from me. Okay. Look, you got talent, but you got a lot to learn. You stick with me, and I'll teach you a few things. Thanks. But I'm doing just fine on my own. Yeah, clearly. What do you say we try this again? My friends call me Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, huh? Okay. I see great things in our future, kid. Great things. روح الله، والله مشهد لدوبه كان جدا جميل. عارفين وقالوا قصة الخاتم ذاك كان ملك واحد اسمه دريك فرانسيس، عارفين عالم قديم. I thought you were gonna put a silencer on that thing. Sally, you got no sense of drama. Right. All that racket's gonna bring the cops any minute. Let's get the hell out of here. Could have pulled a couple of those punches, Charlie. What do you mean? I hardly touched you. You headbutted me. All right. I got a little swept up in the moment. You were the one who said make it look realistic. Better stay on his good side. All right, Broadeyes, look sharp. They're coming your way. Don't lose them. Told you they'd take the bait. How long did it take? Finally flushed them out. Now we just follow him back to that hole. You do realize you make everything sound dirty. I do. Let's get moving. هذه كلها كانت خطة. والله مرة شيء جميل. This way. Run to ground. الهروب عارفين. Really? اسم الفصل الرابع. Come on, Charlie. What's the holdup? Yeah. All right. It'll all be over soon. It'll all be over soon. That's it. Oh, that wasn't too bad. عارفين يا جماعة، وكمان الخاتم ده زي ما تقولوا مفتاح إلى كنز. عارفك. That's blocked. Wait, we can get around this way. عشان كده الكل يحاول يحصل عليه الخاتم ده. باللي فهمته كمان بالعرض انه يعني الخاتم ذا ملك عائلة دريك، عرفك اللي نلعب فيه ذا. Yeah, right. Or we could just use a little muscle. Oh, there's a thought. كيف انزل طبعا؟ اختصر لنا كل شيء شار اللي ذا صاحبنا. Wall's too high. Yeah. Let's move this thing over there. صدقوا يا جماعة، إذا حبي مني قاعد ألعب اللعبة ذي كذا، شوفوا الرسومات الجميلة. يعني ما أديها صراحة لعبة نزلت 2011. هو صحيح يعني سووا لها ريماستر، بس حتى ريماستر يعني جدا قديم 2013. لا مو 13، متى نزل يا جماعة تغير ريماستر؟ إيش بين؟ أي والله صح. ريماستر نزل 16، أنا ما أدري إيش ملخبط.
You should be more careful with your head, you know it. Evening, lads. All right, darling. Looks like hell spit you two back out. It was a thing of beauty, Chloe. I went off without a hitch. You're unusually quiet. What's up your bum? Oh, well, Charlie seemed to enjoy himself a little bit too much for there my taste. Go. My ears are still ringing. Oh, for God's sake. Helps if you have something in between. Well, it looks like I missed out on some fun. Yeah, you did, actually. It was very, very cathartic. Yeah, it's funny. Do you have any trouble? Nah, easy peasy. And you're sure they didn't see you trailing them? Not a chance. So, which door's scary Poppins hiding behind? Behind that one there. The green one. They drove in ages ago, and it's been dark ever since. You think they're still in there? Well, I haven't taken my eyes off it. And no one's gone in or out. Think these are really necessary? I mean, it's not like they're expecting us. Don't underestimate these blokes. They're not messing about. Hey, we're just gonna sneak in, and we sneak out. Just like that. Yeah, fair enough. But any trouble, you shoot first and ask questions later, all right? حلو حلو دحين واضح راح نستخدم سدسات بالجزء ذا هذه فيك كمان والله ما كنت تدري فأنا أيوة هذه هي كلوي اللي كانت موجودة بالجزء الثاني مدري ليه سووا لها جزء كامل عنها والله مدري ليه أحس ما له داعي أكون صريح معاكم يعني كيف تسوي لعبة انشارتد بنفس الوقت البطل دريك مو فيه أنا على حسب علمي ما كان موجود بالجزء ذا اللي كان اسمه The Last Legacy أظن يعني ما كان موجود دريك ما أدري شيء غريب صراحة. Well, we're not gonna just barge in the front door and find out. We can't afford to waste time standing here. I'll find a way. واضح لازم أطلع لفوق. Got it. لطيفة ورق تسلق جدا طويل. والله قلت لكم أنا قلت لكم يا جماعة تخرب الحلقة الأولى. الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني قلت لكم دريك لو يشارك مسلسل الحصن عارفين يعني راح يجيب الأول فكرينه يا جماعة حصن برنامج الحصن فكرينه يعني دريك لو يشارك فيه يجيب الأول شوف التسلق كيف عنده ما شاء الله فالمهم يا إخوان اللعبة ذي الريماسترد انا والله افتكر اول ما نزل الريماسترد الاجزاء الثلاثة نزل قبل الجزء الرابع كم شهر على ما اعتقد يعني كلها الاثنين الجزء الرابع لما نزل 2016 والريماسترد بالثلاثة الاجزاء الاولى نزلت برضه ب 2016 عشان لخبطت انا اقول 13 ولا 16 يا اخوان والله كمان شفت تعليقات اللي يقول لي عبد العزيز انا منتظر الريميك ما اعتقد اللعبه دي راح ينزل لها ريميك ابدا والله مع انه مع الشركه الوحيده اللي ممكن تسوي اللعبه ريماستر ريميك هي ناري دوغ عشان شفت ايش سووا بدراسه تفسر الجزء الاول يعني سووا لها ريماستر ريميك كم سنه ما ادري كان شيء غريب صراحه فما ادري ممكن يسوون الانشارتد الاجزاء الجزء الاول والثاني والثالث ممكن يسوون ريميك يعني ما اعتقد بس ممكن والله ما استبعد الشيء ذا مع انه والله شوف ما يستاهل صراحه يعني عارفين يعني ما تستاهل الاجزاء الاولى ريميك ليه يعني شايفين نسخه الريماستر ما شاء الله 10 من 10 شايفها give me here with this yeah 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 got it does anybody see a car Because I don't see a car. I don't understand. Damn it! Are you sure this is the right one? Yes, the green door, I'm sure. Nate, we are losing time here. And that damn briefcase is looking better and better. All right, come on. They didn't just vanish into thin air, right? There's got to be an explanation. Just spread out and look around. They were here, all right. I can still smell the exhaust. خلونا نبحث أخوان. هذا اللي جاب لي السهم على فوق هنا تصدقوا لما تقرب من الشيء المهم اليد تهتز عارفين tire tracks still wet from the rain looks like the car turned here هذا
طريق السر هذا كانه جدار سري. وكنا نزلت على تحت صدقون. والله ما ادري ايش فينا بس واضح شيء مهم. Some kind of mechanism. Yeah, maybe. Four tires, four points of contact. Sully, stand right there. You too, back there and there. All right, everybody, on three. Ready? One, two, three. And? Well, this has got to be. There, breast. سهم على فوق. To interlock mode. ليه بنا نسوي كذا؟ Lock mode and use. ما أدري بنا نشوف شيء. ما أدري شو هو. Oh, there. Wait. Wait, it's the light. Sully, aim your beam at the wall. هذه هي شكلها السيارة اللي بحث عنها هنا. Well, ever goddamn cadabra. Nate, just who are we dealing with here? There's only one way to find out. We'll track the car. You head back to the van. We'll try and stay in radio contact. I'll let you know when we get through to the other side, alright? Wherever the hell that is. Just be ready for anything. Might be a quick exit. No doubt. She's the best driver in the business, you know. So I've heard. أبدا ما توقعت نفق. كفجأة نفق صراحة مرة ما توقعت شيء زي كذا. إلا لا ما جربنا مسدسات. أو سلاح كاتب ذا أوكي أوكي. الستيلث يا إخوان. التخفي وكذا بالاجزاء الماضيه والله كان صراحه سيء كنت صريح معاكم واضح اللعبه كانت تحاول تستخدم الاسلوب ذا بس كلك عليه ما كان متقن مره واضح النظام مع الاقفال بلعب انشارتد بس بالبدايه خلونا ناخذ الكنز اللي هنا واضح في كنز هنا ها ما في غريبه صراحه خسارة والله لو كان في كنز كان راح يبان شكله رهيب كذا بس ما في صدقوا المفروض كان المفروض انه يعني يكون في كنز والله بس ما ادري ليه ما في العادة كذا الكروز تكون مختبية عارفين lead on Macduff oh for God's sake what lay on it's lay on Macduff can we hurry it along please mate you all right back there Yeah, you know, just not keen on the old tight spaces, that's all. Just keep moving. Oh, thank God for that. Where the hell is Macduff? Is there no bottom to your ignorance? أو في عندنا بعض الأشرار هنا. I see them. كيف شفتني؟ أوكي واضح الحين اللعبة تبغى تعلن بمسدسات وكذا. التور تو. عارفين اسلوب جديد ذا انك تستخدم المسدسات بالتور تو جديده ذي عارفين في كل لعبه مسدسات زي كذا شو السلاح ذا صدقوا ما اقدر اخذه قاعد اضغط مثلث ليه ما ياخذه اوه اوكي سول يقول لي كيب ذا سايلنت نبغاني اكمل على السلاح الصامت واضح المهمة دي لازم تلعبها بالسلاح الصامت. Tunnel's right below us. At least we're still on the right path. خلونا بس اجود في شيء هنا ولا هنا. عارفين يا اخوان والله العاب انشارتد جميلة يعني عارف. انا على حسب علمي لها جمهور كبير ما شاء الله. يعني شوفوا يوبي سوفت ايش سووا بلعبة اساسن كريد. ايش سوى باللعبه ذي ما شاء الله مستمره ما وقفوها ليش عشان اللعبه ذي يعني اساس الكريد كل جزء ينزل ما شاء الله يبيع بشكل جميل والناس يعني يحبون العاب اساس الكريد وحتى انشارتد يعني عارفين بنفس مكانه اساس الكريد يعني الناس يحبوها
يعني لها جمهور كبير. فما ادري والله ليش يعني نادي دوغما يسوون اجزاء يعني باستمرار، ليش لا؟ احنا نقول تيك كفر بس شايفهم هنا. هنا تختبئ يا صالي، عارفين كيف شي اختبئ هنا كذا، ما ادري كيف. There's a passage up there. And a ladder. Yeah. Looks like it's jammed though. Oh, عالق. See if I can loosen it. عالق السلم ذاك، على بال واحد يديني بوست رفعه على فوق. بس بعد لازم اطلق عليه. لا والله ما الظاهر اطلق عليه، ها. ولازم اطلع له وانزل، اوكي. Look out, here it comes. والله ما تحسه كان عالق، اداله دفسه كذا بس على طول نزل. ما ادري ليه كان يقول انه كان عالق السلم. جيت اب ذير، في بوابه فوق. ما ادري كيف اطلع لها. من هنا ممكن. مو من هنا. وفي السلم. كيف اطلع للسلم ذا؟ كان لازم اسوي شيء هنا. بس ما ادري مرض يتفاعل معاها. ممكن اجيب الصندوق ذا. Nate, give me a boost. I think I can make it to the right side. اوكي اوكي بنرفع العم صالي. عادل تقدر يا عم. الركب راح تشيلك. المفروض هو اللي رفعنا. هنا كأنه لو عارف كأنه لازم اطلع هنا. ليش ابغى اطلع هنا؟ عشان نفتح البوابة ذي، هو من اليمين وانا من اليسار. اوكي اوكي كذا النظام. All right, ready? Pull. Got it. Okay, Charlie, come on. حلو حلو الحمد لله، احنا نقدر نعدي من هنا. There's the tunnel again. That's too far to drop there. We'll break our damn necks. عندنا طريق من هنا. طريق من هنا. بس خلونا بالبداية نشوف هنا ايش فيه، عشان كنا الطريق مع النزلة ذي. Crap, it's a dead end. من هنا خلاص ما في طريق، معناته الطريق الأساسي من هنا. Down here. Where are we headed now? What in the world? Charlie, who the hell are we dealing with here? I don't know, mate. Whoever they are seriously weird. عارف الجماعة غريبة اللي هنا؟ الأشرار اللي هنا؟ شارلي يقول ويرد يعني غريبين زي ما تقولوا. Look at the ironwork. لندن لندن اندر جراوند يا جماعه، لندن اندر جراوند. Maybe we can get through here. Oh, no way we're moving there. I don't think so. Hey, wait. It's a counterweight up there. Looks like it's stuck. لازم ننزلها. One of us should climb up there and see if they can dislodge it. Good idea. Guess who? Crap. كيف بطلع انا لين فوق؟ من هنا؟ ومن هنا وخر عني كذا. جزء كبير صراحة بالعاب انشارتد اللي هو التسلق. صراحة كل جزء أشوفه يتطور أكثر من ناحية التسلق، عارفين الجزء ذا والله إلى الآن شايفه تمام ما شاء الله. Almost
That ought to work. There we go. Got it? Yep. Yep. Take your time. والله ما اظن يا اخوان صراحه ما اظن انه مصعد يعني خفيف قد كذا لدرجه انه صار يقدر يمسكه كذا لحاله ما اعتقد صراحه واضح انه جدا ثقيل بالحقيقه. What the hell is this place? سكاف عارفين مو لازم اروح زي صولي من تحت خلاص من فوق كذا. Oh shit, get down. وفي اشرار هنا. والله كنت بحاول اسوي ايم بس نزل كذا دريك. واضح اللعبة ما تبغى تستخدم المسدس هنا. Pressed to climb up. Good eye. Thanks for having our back. بس هم ما أدري ليش هاي إخوان دريك وسول يعني رايحين لندن والله ما أدري ليه. وكعشان كنز ها كنز اللي يقولوا عليه يا جماعة. الجزء الماضي كانت القصة ايش؟ ايش يا جماعة ايش كانت؟ كانت عبارة عن شامبتون ستون في حجر اسمه حجر الشامبتون اعتقد كذا اسمه كانوا يحاولوا يوصلوا له الجزء الاول والله ناسي الشيء اللي كانوا يحاولوا يوصلوا له شو هو بس بالجزء ذا واضح كنز والكنز عشان تجيبه لازم لك الخاتم خاتم دريك عارفين هذاك الرصاص عشان ايش؟ تقدر توصل للكنز. Yeah, is this King's Cross? Don't move. حلو حلو اجي من وراه. ودي كفو. ولا كلمة. خرب بيت والله طول عارفين. يعني ما قدرت اقطع عليه بسرعة. لو كان في اعداء حوله اعتقد كشفوني. الحين خلونا نكمل. واضح من هنا. What kind of place is this? I've never seen anything like it. Some sort of train station or something. Yeah, yeah, but it's got to be. ما أدري السيارة دي من قدام كذا كنا بي ام دبليو بس من وراء والله ما أدري إيش تطلع صراحة السيارة دي. غريب وما في أحد هنا. واضح مكان سري. واضح مسألة وقت راح يعني. هجموا علينا يعني مجموعة كبيرة من الأعداء شايفين هنا واضح بدك تختبئ. Get back. Take them out quietly. يا لطيف والله رميته بطريقة. Come on. They must have gone through here. And it gets weirder. Oh, this stonework. Looks like Tudor. 16th century. Up this way. Quietly, Nate. والله ناس النسخة اللي لعبتها زمان على بلايستيشن 3 كيف كان شكلها بس والله النسخة دي لا ما شاء الله ممتازة ما شاء الله. No, seriously. Who are these people? I'm not interested in your excuses. He was a loose cannon and you should have known. Yes, it is regrettable, but... Not regrettable. Sloppy. Your poor judgment could have cost us everything. 400 years of searching. Finally, Drake's secret will be revealed. What is this? I don't understand. It's a forgery. What? That's not possible. I verified it myself. This isn't the ring. Really? I held it in my hands. I saw him put it around his neck. This doesn't make sense. We've been duped. Cutter. Uh-huh. You men stand guard and stay alert. We may have been followed. You, come with us.
Find them and bring me that ring. I don't care how you get it. دحين اضغط اكس. حلو حلو، عشان اتسلك كذا راح يقول لي ان هي بالطريق اللي ببالي. اوفر ان انمي تو دروب انتهم، اضغط دايره وانهي. يا سلام، كفو. اوكي مربع، والله ابغى اقول استلث يعني ان شاء الله يكون جميل باللعبة ذي، بس ما ادري يعني بعض الاحيان والله افضل ان انهيهم بسرعة كيف مسدساتها افضل، عارفين. Look at all this stuff. Nate, focus. We haven't got much time here. Yeah. What are you... My God, do you know what this is? It's a book, mate. There's a lot of them in here. It's a library. It's not just any book, wise ass. Belonged to T.E. Lawrence. You know, Lawrence of Arabia. Yes, 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 I know who he is. This was mailed from Dorset on the day of his motorcycle accident. May 13th, 1935. They must have killed him once they got their hands on it. They? Yeah, they, them, whoever these people are. Oh, what a lot of rubbish. It was an accident. Witnesses saw a black car run him off the road. Guys. Oh, what? So it was like a big cover-up? Maybe. Nate! What? That thing that you have been waiting 20 years for? Right. Here we go. L O H D N. Huh. What is it? It's long hidden. What? Shush. No shit, long hidden. Are you kidding me? No offense, mate, but your ancestor was a right asshole. Just shut up. It's an anagram. Golden Hind. The Golden Hind. Drake's ship. Yes. It's a clue. It's gotta be something hidden in this room. All right, spread out. See what you can find. خلونا نبحث اخوان في شيء هنا. What are we looking for anyway? The Golden Hind. Golden Hind. والله ما ادري ايش معناته. Maybe a painting. What makes you think it's even here? اعتقد رسمة، زي الرسمة اعتقد. Could be a Buckland Abbey for a week. وريني كذا خلينا نشوف. ما ادري صراحة متى يجي الوقت. اوه زي كذا شكله. اوكي زي اللي ها؟ زي التمثال كذا، عارفين؟ لونه ذهبي. عرفنا شكله. No, it's gotta be here. ومن يوم ما قال Golden معناته شيء ذهبي، عارفين؟ This place is amazing. Things in here must be worth a fortune. Nate, we can't be screwing around like this. They'll be back any minute. راح ما ادري يا صالح، قاعد ابحث. ما ادري فين راح الاقي الشيء ذا اللي ابحث عنه. هو ذا والله ما ادري، ما اعتقد كذا الاقيه، عارفين، محطوط كذا في مكان ما. ممكن يعني الشيء اللي نبحث عنه يعني ممكن مكان سري، ممكن هنا طريق سري. لا مو زي كذا. اشوف فين؟ ولا عاد العاب انشارتد لما تطول يجيبوا لك يعني يقربوا لك الحل، ما ادري ليه هنا يعني اللعبه مصممه كذا لا احد يقول له. يا ويلك وما حد يقول له، من اليوم قاعد يعدي منه؟ يعني هو اللي مو شايفه. والله ما ادري اخوان قاعد ادور.
انا نفسي اطلع فوق بس ما اعتقد تقدر تطلع فوق. اها وين؟ Of course. There it is. I found it. Where? Up there. اوكي هذا هو. From Drake's ship. الطف كيف بشوفه ذا؟ والله تلومون يا اخوان طولت وقاعد ادور من اليوم. فوق هنا. تأكد اغلب الناس اللي يعني لعبوا Uncharted 3 يعني صار فيهم زي ما صار فيني دوبه انه كذا طولوا هم يدوروا. دحين يا اخوان السؤال هو كيف انزله؟ واضح انك تتسلى. ومن هنا بدأت الطريق. حلو حلو. بس اعتقد يعني مو اللعبة اللي قربت لي هو اعتقد لازم تقعد تدور عند نقطة معينة اللعبة تقول لك اضغط سهم على فوق. اعتقد زي كذا. Shit, it's a trap. They're here. Take cover. والله السلاح ذا مو مرة بس اعتقد قدام راح اخذ اسلحة افضل. My god. He's right. He went to Arabia. Mate, we could use a little help here. Come on, mate, let's go. What the hell are you doing? Grab the journal and the cipher disk. الجزء ذا افتكره بالصحراء. اعتقد بدولة عربية بس والله ما ادري فين بالضبط. بس افتكر انه بالصحراء بس فين بالضبط والله ناسي. حلو حلو اخذ سلاح ثاني. هو سلاح واحد اخذته. يخرب بالسلاح ذا. ادري احسه افضل. اوكي اوكي كل واحد ثلاث طلقات. واضح مو اقوى سلاح بس ان شاء الله قدام راح اجيب اسلحة اقوى. كله ولا سنايبرز من دحين. سنايبرز بالاجزاء الماضية كانوا تقريبا واحدة بواحدة. يعني جاتك طلقة السنايبر خلاص جيم اوفر اخوي راح تموت. لا ما ادري صراحة. والله اخوان سلاح جدا سيء. بس ايش لازم هيد شوت صح صح. اذا تبغى تقضي عليهم على طول لازم هيد شوت. كان في سنايبر زي ما اعتقد قضيت عليهم. حلو حلو جبنا رشاش. الطيف صوته عالي والله. بس كاف الضرر اللي يسويه يعني طيب الرشاش ذا فيها شيء جميل صراحة. كيف كذا يا الله في واحد هنا كمان بالاخر نقتل اللي هنا. سلاح رهيب بس صوته مرة عالي. والله اتمنى تعذروني لو صوته عالي الرشاش ذا. نغيره. عارفين اللعبة تقول لي يعني اختبئ كذا بدائرة عشان تتجنب طلقات هالسنايبرز اظن. زي كذا شايفين؟ والله اعتقد لازم اقرب. ان شاء الله ما يطلق. اوكي كفو ما طلق. لازم اقرب زياده يا اخوان. الحمد لله قضينا عليه. هالسنايبرز واحد قضى عليهم. والله ما ادري وين شايفهم. ممكن هربوا بكم سنايبرز اللي كانوا هنا على وراء. والله كل الأسلحة صراحة مي قد كذا بس اعتقد قدام راح اجيب اسلحة اقوى. الشوت جان يا اخوان هو الشوت جان ما في زيه. يا السلام كيف هذا مع الشوت جان؟ اديني الشوت جان. بربوم الله الله هذا الشوت جان ما في زيه. سلاح المفضل.
بس خلونا نشوف اذا في كائن زينه ولا هنا. لا خلاص ما في شيء. من هنا بس واضح لسه لازم اواجهها. والله لت معي قنابل، هذا وقتها. خلنا نقرب. حلو حلو ان شاء الله الحين نقضي عليهم. هيد شوت. الله الله، هذا انا معلم بالام يا جماعه. اوكي شايفين الهيد شوت هذه كمان جبتها من اول مره. والله السنايبرز مدري فين، اوكي اشوفهم بس فجاه اختفوا انا ما قضيت عليهم. كارتر وين ذا هيل ار وي؟ اتس ذا نورث اتوود ستيشن كم اون. اوكي اوكي في المزيد بيننا، خلوني ايش استلمهم بالشوت جون. سلام فوق منه سلاح جميل برد الكبت كباش. اوكي جميل صراحه بس خساره من طبقه ثلاث طلقات فقط. صراحة ملاحظ الأعداء كلهم شكل واحد يا جماعة، أكون صريح معاكم كل الأعداء شكل واحد، عارفين شكلهم زي كذا لابسين البدلة دي والكرافتة الحمراء. بس ما أدري ممكن قدام نشوف تنوع أكبر بالأعداء. Chloe, can you read me? We're coming out the old North Atwood station. There's no time to explain. We got company. لا خلونا على الشاتجن، والله مبدع الشاتجن بس إيش؟ نكون قريب. صار خلص الرصاص. ايي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 ي
ها والله السلاح ذا ما اطيق اكون صريح معاكم، جدا سيء ضعيف. حلو حلو انه ما يقدروا يطلقوا علي. بس في احد معرش رصاص الشات جان؟ والله ما ادري اخذت الرشاش ذا. ان شاء الله قدام عاد في الاقي شات جان. مره شيء جميل انهم ردوا انبوبه الغاز ذي. عارفين يعني كانت موجوده بالجزء الثاني ودحين كمان موجوده بالجزء ذا. يا سلام، عارفين كمان مبرمج. كيف كذا لسه فيه؟ هم ماتوا. مبرمج يا جماعه انه لما ترميها انبوبه الغاز وبس تضغط R2 خلاص يعني الطلقه تجي فيها، عارفين؟ يعني زي كذا تطلق الطلقه على طول تجي فيها. شيء جميل عارفين، شيء يساعدك بالقتال. And the guy says, well, you better tickle mine, too, because now I got to catch the goddamn thing. Cheers. Mm. To a job? Well done. Yeah. Are you going to join us, darling? Yeah. Yeah. Well, the map proves it. Drake didn't screw around in the East Indies for 6 months. He sailed straight through and headed to Arabia. Right. But here's where it gets interesting. You see this mark? This is John D's signature. Who the hell's John D? John D, one of Queen Elizabeth's closest advisors. Everybody knows that. Yeah, yeah, he was a great mathematician and navigator. Okay, way ahead of his time. He's probably the one who invented that. Seriously into the occult. I mean, like a really creepy dark way. Yeah, see, he signed all his letters to the Queen with this symbol, meaning he was her eyes. The original 007, you see, look, 007. Not really that relevant. So it was John D who sent Drake to Arabia. Yeah, it looks that way. Dee and Elizabeth. And Walsingham. Great, but what for? Well, that's the million-dollar question, isn't it? And this is where T.E. Lawrence comes in. See, before Lawrence became Lawrence of Arabia... Great film. He was an archaeologist. And even when he was just a kid, he was obsessed with history. Everything to do with knights and the Crusades.
And he traveled all over, documenting every Crusader site he could find. It's all in here. All right, you've lost me completely, kid. What the hell has this got to do with Drake? I'm getting to that. See, after the war, Lawrence said that if he were ever to go back to Arabia, it would be to search for this place he called the Atlantis of the Sands. Now, the legend crops up over and over again under different names. Ubar, Aram of the Pillars, the City of Brass. But the story is always the same. Well, city of immeasurable wealth, destroyed by God for its arrogance, swallowed forever in the sands of the Rubel Kali Desert. Right here. Well, I like the immeasurable wealth part anyway. And you think this is what Elizabeth and Dee sent Drake after? Oh, yeah. And more importantly, it's what Marlowe is after. So, wait, if Drake was on a mission from the Queen to find this place, why all the secrecy? I mean, it looks like he went to a lot of trouble to hide whatever he found, even from Her Majesty. I don't know. Oh, I'm sorry, what was that? No, hang on a second. Because if you recall, the last time we went halfway around the world searching for a lost city, things got more than a little dicey. Yeah, but this time we have the upper hand. I mean, look, Drake only had half the clues. Lawrence only had half. We have both. And Marlowe has nothing. Small problem. The Rubel Kali Desert, 600 miles across. The Bedouin go around the damn thing. And even if we knew where it was, which we don't, we would die trying to find just it. Just hold on. You see these symbols here? Yeah. Looks like Sabaean script. Sabaean script. Right. Look, the Crusaders were searching for the same lost city 1,000 years ago. But out of all the sites Lawrence documented, only two are marked with these symbols. One in Syria, the other in France. Oh. No, you two are going to Syria. We're heading to France. Look, we track down these clues. We find Lawrence's lost city. I'm sure of it. Well, and then what? How are we going to get across 600 miles of impassable wasteland? It's in the middle of the desert. So technically, it'd be about 300 miles. Look, I don't know. We'll figure it out. We burn that bridge when we get to it, eh? Exactly. What do you say? What the hell? Let's do it. End of the line, I guess. Don't. Looks like we're going the rest of the way on foot. What? Leave it to you to find a friggin' jungle in the middle of France. Well, we're definitely headed in the right direction. Chateau should be this way. Not too far. Come on. Yeah. Not too far. انطلق اخوان. With you. دخلنا بالفصل السادس. دشان 2. اعتقد زي الجنجل زي الغابة نبحث عنها في فرنسا. احنا الحين في فرنسا. في غابة اعتقد علينا نبحث عنها. I was 15, Sully. Should have known when I met you that I'd be in prison within a year. You were headed that way all on your own, if you recall. Come on, through here. There it is. والله مكان جميل. Like Lawrence's notes. You gotta have more faith in me, Sully. مكان جميل صراحة. Of course, I don't remember this ravine being on the map. Ah, they must have just put that in. All right. Come on, we'll find another way around. Another way. لازم نجد طريق ثاني. والله ما شاء الله ناري داق والشركات اللي من يومهم ما شاء الله شاطرين بالجرافيكس. This way. Watch your step. I don't know, kid. You sure we're in the right place? This doesn't seem old enough to be a Crusader castle. Looks more like Renaissance to me. You haven't been reading my books again, have you, Sully? Now, Lawrence says the original castle was built in the 11th century. The rest was added on later. عارفين اخوان القصة يعني اختصر لكم هو نبحث عن زي ما تقول المدينة السرية لورنس سيتي واعتقد هناك الكنوز وكذا عارف كيف فنحاول نوصل له يعني كنز المدينة السرية yeah. What's this, Mr. Wizard? Lawn art.
pretty tacky. بس والله ما ادري ليه لما قسم الفريق في قسم يروح اعتقد سوريا ودريك وسولي يروحوا فرنسا يعني ما ادري ليه سوى كذا. All that's left of the original castle is the square keep and the gardens. If Godfrey brought any secrets back from Arabia, that's where we're going to find him. اقدر ادخل القلعة ذي. It's no good. Not getting in this way. من هنا واضح بداية الطريق من هنا. والله الجزء ذا لا كان مترجم اكون صريح معاكم يا اخوان والله العاب انشارت الضروري لازم تكون مترجمة يعني عشان القصة وكذا بس والله ما ادري يعني اتمنى تمشوها. الجزء الرابع مدبلج ما شاء الله والجزء اللي بعده كمان مدبلج بس الاجزاء الأولى الأول والثالث لست مترجمة. الثالث له ترجمة تحملها بشكل منفصل عارفين يعني في ناس سووها ما شاء الله بس ما أدري هرجة يا جماعة الخير عشان تحمل ترجمة على الكونسول يعني هرجة كبرى عارفين لازم تحمل برنامج وتلغي الحماية من البلاي ستيشن أكيد عشان أكيد البلاي ستيشن ما راح تسمح لك إنك تحمل برامج يعني من الخارج عارفين كيف. ما ادري والله شفتها مشوار صراحة فما حملتها كنت صريح معاكم غير كذا اعتقد هي الترجمة فقط على البلايستيشن 4 وانا قاعد العب على 5 فما ادري والله صعب اجي وشغل البلايستيشن 4 حق القديمة بس ان شاء الله الجزئين القادمة مدبلجة عارفين. في قفل I said lock. في قفل لازم اطلق عليه والله ما ادري فينه. شو المكان ذا؟ فين القفل اللي قصدوا عليه؟ يا اخوان ما شايف اي قفل الصراحة بس مكان جميل. عارفين واضح انه مكان جدا قديم. والله ذكرني بذا لاست اوف اس بشكل كبير في بذا لاست اوف اس الجزء الاول مكرين. اعتقد بسفينة والله تشبه المكان ذا شوية كذا هنا القفل لكل فيه قفل لازم اطلق عليه والله ما ادري يا اخوان ماني شايف شيء ما ادري ماني شايف شيء هنا اوه هذا يلا طيب ليه كب اشوفه انا كب اشوفه يا جماعة You good? Okay. We gotta make our way through the chateau to the gardens. That's where we'll find the old keep. The old keep. عارف إن نبحث عن شيء اسمه the old keep. ومن هنا. No. Can't get it open. This damn beams. واضح يجب أن أجد another way. Think you can get up there? Can try. عارفين هو كل شركة ولها اسلوبها الخاص هاي اخوان يعني عندكم على سبيل المثال يوبي سوفت لها اسلوبها الخاص كاب كول لها اسلوبها الخاص فروم سوفت كمان لها اسلوبها الخاص عارفين شيء جميل وحتى ناري دوغ لها اسلوبها الخاص بالعابها يعني على سبيل المثال اذا جبت واحد يعني ما يعرف انه معلش يا اخوان اذا جبت واحد ما يعرف انه ذا لاست اوف اس وانشارتد من نفس الشركه بس قلت له العب اللعبتين ذي راح يلاحظ التشابه عارفين ليه عشان نفس الاسلوب تقريبا عارفين كاسلوب اللي تدور اسلوب اللي كذا المنظور الثالث كذا يعني مره تشابه كبير شيء جميل والله انا دائما تعجبني الحركه ذي انه كل شركه لها شخصيتها والله مره شيء جميل صراحه الاسلوب حق ناري دوغ جميل والله والله جدا جميل والله هي شركة جميلة صراحة بس صلاح يهديهم بلعبة ذا لاست اوف اس الجزء الثاني عارفين تسرعوا كنت صريح معاكم الحين ليش رفعت هذي انا واضح لازم اروح من عندها كريزي
عشان اجي من هنا وافتح البوابة اللي تحت من الجهة الثانية. روح كيف كذا؟ ليش عندك؟ معلش يا اخوان خلوني ارجع من جديد. والله اتمنى تعذروني، ما ادري كيف فجأة كذا صار امامي، والله ما ادري كيف. لكن على بالي راح انزل جهة الجهة الثانية كذا من ورا الباب. اسمع عليكم دحين ارجع بسرعة. هو مدل على طول كذا صح صح. حلو. اعتقد من هنا ابغى اروح بس ما اقدر اعدي من هنا، لازم اشيل الخشبة ذي. Alright, here we go. Alright, got it. There, I'm in. Question is in what? Be right down. اوكي حتى لازم انزل. خلاص فتحنا الباب. الحين اقدر اعدي من هنا. Is that a popcorn machine? ما اعتقد هذه ساعة، عارفين اقول هل هذه آلة فشار بس، لكن ما ادري شايفها ساعة ولا مو. والله ما ادري ايش دران اصلا ايش هي آلة الفشار. ما ادري زمان ما اخذنا كنز، معقولة؟ يعني كل اللي مضى ذاك ما فيه كنز؟ لو اعتقد ما اللي كله مضى ذاك ما كان فيه اي كنز، عشان لو كان فيه كان ما ادري شفته. احنا انا معروف عن اللي دائما اي لعبه العبها ما فوت شيء، عارفين جيبوا لي لعبه واحده قد لعبتها وفوتت اشياء، يعني ما اعتقد. امزح معاكم يا جماعه. لا والله والله شيء طبيعي، هو مو لازم ترى، مو لازم كل لعبه يعني تخلصها 100%. والله ما اعتقد في لعبه بحياتي قد خلصتها 100%. حرفي ما اعتقد صراحة، عشان والله انا دائما عندي نظام خلص اللعبة وجيب اللي بعده، خلص اللعبة وجيب اللي بعده، عارفين هذا النظام عندي من زمان، من قبل ما يكون عندي صفحة يوتيوب، يعني من زمان وانا زي كذا النظام عندي دائما، اختم اللعبة وخلاص. احاول لما العب اللعبة اني اسوي كل شيء، بس اذا ختمتها خلاص عارفين جيب اللي بعده زي كذا. Hey Nate, Square Tower looks pretty old. Yeah, that matches the one in Lawrence's notebook. That must be it. Nice. Thanks. خلوك كمل أخوان. والله أبغى أقول الجزء ذا بالذات. هاي أخوان Uncharted 3 مرة يشبه The Last of Us بشكل كبير. عشان بعد اللعبة دي على طول نزلت The Last of Us الجزء الأول. ما أدري ليه أول مرة شفت غلاف، إي والله أول مرة شفت غلاف لعبة The Last of Us الجزء الأول كان على بالي إنه Uncharted. ما أدري ليه الصراحة، بس صدقوا لي زي كذا طلعت قلت هذا Uncharted. والله أفتكر رحت يعني أبغى أشتري لي شريط من محل الألعاب وكذا، افتكر على المحل قال لي خذ ذا جديد اللي هو The Last of Us 1. قلت له لا ما ابغى، عارف عشان كان على بالي انه Uncharted، عارف ما كنت داري انها من اجمل العاب بالتاريخ اللي هي The Last of Us الجزء الاول. والله والثاني كمان كان جميل صراحه، بس لكن الاشياء السيئه ذيك هي اللي بيخته. In a fireplace? Kind of on the nose, don't you think? Yeah, too simple. والله مكان جميل صراحة والتفاصيل يعني شوفوا كيف بكل مكان في شيء ما شاء الله. اوه والله كنت اتذكر اللغز ذا. اعتقد اطلب المذكر عشان اعرف شكل التمثيل مين المواجهة الثاني. Check out these suits of armor. والله ذا كان يتذكر اللغز. وريني. Here, see?
four knights with an axe, a shield, a sword, and a boarding stone. خلي أركز. Just like the ones in this room. تبغى تحط الدرع أمام الفأس والفأس أمام الدرع. وسهل. Maybe we gotta turn each night so it's facing. يا صالح yeah, عرفت الحل. ايوه هذول صح. معقوله كده بس يا اخوان؟ معقوله الحل كده سهل للدرجه؟ خلينا نشوف القسم الثاني. انا ما جبت القسم الثاني. تبغى تحط السيف ايوه هنا. الجزء الثاني هو اللي شويه يعني مختلف. تبغى تحط السيف امام الفأس والصولجان امام الدرع. السيف قدام الفأس حلو بس باللف ذا. ايوه الصولجان جهة الدرع. والله الطيفة كان لغز جدا صعب. من اصعب الالغاز صراحة. اوكي I'll push you pull. On three, ready? Wait, one, two, pull, or one, two, three, pull? Just pull. Got it. Nate? Hey, you all right? Yeah. Yeah, I'll live. There's no way I'm getting back up there. I'm gonna head this way. Just meet me on the other side. You got it. You be careful. عارف راح نتقابل قدام. Right. دريك يقول ما أقدر أطلع على فوق خلاص. There is another side. راح نتقابل قدام هذه. حلو حلو كنز. ما أدري كيف تشوف عدد الكنوز كيف. ومية أوكي. نفس الجزء الماضي 100 ولا الآن جيب 5. حلو حلو. أعتقد إني ماشي تمام. ما الظاهر والله ما اعتقد. احنا نحب الفصل كم؟ السادس مدري الخامس. كل اللي جايبها الى الان 5 كنوز. والله شكرا يا جماعة الخير يعني شكرا على دعمكم في السلسلات الماضية انشارتد 1 و 2. الله يسعدكم والله شكرا. بس هم شركة نوري دوغ أكيد يعني عارفين يعني مصيرهم راح ينزلوا لعبة. بس السؤال هو يا جماعة الخير ايش تتوقعوا لعبتهم القادمة؟ والله هم سووا من انشارتد أكثر من 3 أجزاء فما أدري. حتى ممكن ذا لاست أوف أس يعني سووا لها جزء ثالث ما أستبعد الشيء. إذا كان يقولوا يبغوا يسووا لعبة أونلاين. عارفين كانوا يقولوا بيسووا لعبة أونلاين. ما أدري بعد لغوا المشروع. والله أتمنى ذا لاست أوف أس الجزء الثالث. بس يعني من غير الأشياء البايخة ذيك عارفين. مع إنه والله ما أدري ما أدري صراحة. والله ما ادري لعبة ذا لاست أوف أس الجزء الثاني اكون صراحة معكم انا مرتاح لما اتكلم عنها يعني ما احب اتكلم عنها. They're here somewhere. Hunt them down. عارفين الحراس كلهم مسوين نفس القصة. هذا بدل اقضي عليه من هنا. يا سلام. والله بحاول يا اخوان بحاول اقضي عليهم كلهم بالصمت والصراحه ما وعدكم. حلو حلو الاكي. بدنا اثنين كذا ضرب رؤوسهم بعض. لا والله ما تقدر. يا سلام كفو جلدته. يس. فين فين؟ فين مع الشوتجن؟ كان البطل مع الشوتجن. يا سلام دير اللي معاك يا بطل سلاح المفضل. بس بعدين هم
فلت الله ياخذه. كفو نهته بضربه والله كفو. اكيد مات. لا ما مات الله ياخذه فلت. اوه الطيف الطيف. في واحد هنا مع رصاص الشتقان ما ادري فين اختفى. خل نشوف الرشاش الثاني. لا خلونا على الرشاش والشتقان. عارفين مكس رهيب. كني شفت واحد هنا انا كبطل. فين هذا البطل؟ خلنا نقرب له. عارفين اقرب عليه. قرب من عنده ورمي على أبوبة الغاز ذي. شوف كيف جت فيه بس بما انه ضغط R2. بس ما ادري ما نهته. اعتقد لازم ايش يعني أبوبة الغاز تكون قريبة منه. يا سلام. أجمل قتل سويته من بداية اللعبة ذا اللي دوبه. كان غريب شوية بس عارف كان جميل. نطلع لهم بس ما ادري راح يكونوا امامي هم. والله بدنا غير الأسلحة بس صدقوا الشتقة ما في زيه. Thanks for the gift, boys. قرابر الله الله. To aim. Okay. L2. أيوة بال1 صح. والله ما أدري كأنهم كانوا معقدينها. أيوة بال1 وR2. لا بس بال1. أوكي أوكي. نفس نظام الجزء الماضي. زي ما أقول لكم ما يعني ما غيروا طريقة اللعب هي نفسها. مرة شيء جميل صراحة حب زي كذا. عارفين يعني لما تكون طريقة اللعب نفسها. والله بس أساسن كريد قد غيروا طريقة اللعب. فيهم الاثنين الله الله. هاي جماعة خير. بس أساسن كريد افتكر غيروا طريقة اللعب. يعني بالبداية كانت نظام تخفي كذا عارفين. بعدين خلوها نظام كذا ار بي جي تعلي مستواك وقتال زعماء. والله انا عجبني التغير ذا. في ناس كثيره ما عجبهم لدرجه ايش؟ لدرجه انه يوبي سوفت رجعوا وردوا الاسلوب القديم عارفين لما سووا اساس كريد السراب. والله انا كل الاثنين كانت تعجبني. لطيف اعداء كثيرين هنا. صار ما بقي رصاص الشرقة. حلو حلو هذا مع رصاص. مع الرشاش يخرب بيته. ابغى واحد مع الشرقة. والله اخوان انا داري ان المفروض اختابه ومش عارف ايه بس خلاص عارفين كذا اختصر كل شيء. لكن قدام لما الوضع يصير اصعب اكيد راح اختبئ اكثر. بس ما ادري حشوفهم امامي كذا مدرك الوضع. لكن مسيطر على الوضع يعني ايش لا. السلام سيلفر الفضه يا جماعه الخير. اخذنا ميداليه الفضه. حلو حلو في قنابل هنا. ايش مع هذا؟ في بعض الرصاص. جت دفعة ثانية. ان شاء الله ما حد يجي من ورايا. هذا خلونا اجلده كذا. اول سويت الضربة ذيك دروب كيك.
مدري كيف سويتها، جريت كذا وسويت والله مدري كيف برجلين، عارفين الضربة ذيك اللي بالمصارعة. لا ما في شيء، نحن نكمل على فوق. اعتقد لازم تجري عشان تسويها. عرفتين ضربة الدروب كيك كذا لما تجري وتضرب. اعتقد باقي الاخير. الحمد لله. قصده ذا البرج ذا تراك يقول تاورز رايت ذير، يعني هنا البرج يجب ان ندخل الى البرج ذا. اعتقد قصده ذا. ايوه خلونا كده على السلاح ذي. المسدس ذا جدا سيء، عارف المسدس الصغير ذا كان معانا بداية اللعبة صراحة لك عليه. كفو والله دون رصاص كثير للاي كي. عارفين قاعد اطالع يا جماعة خير، عارفين قاعد اتابع كأس العالم للألعاب الإلكترونية، والله قاعد اطالع. عارفين كذا شغلت التلفزيون وعلى قناة السعودية الرياضية نقلين كأس العالم للألعاب الإلكترونية. ما في ولا لعبة أعرفها. عارفين ما في ولا لعبة أعرفها كذا، كل لعبة يلعبوها والله ما أدري إيش هي. أعتقد كانوا قاعدين يلعبون أوفر واتش أظن، والله ما أدري، أنا مالي بالألعاب ذي صراحة. عارفين ما يعني مالي بالألعاب ذي التنافسية وكذا. ثمان طلقات وأخذها ليش لا؟ بس عارفين ما شاء الله كأس العالم للألعاب الإلكترونية يعني الآن عندنا بالسعودية ما شاء الله. الله يوفق كل العرب والمسلمين يا رب، إن شاء الله يجيبوا المراكز الأولى. الحين بفهم الطريق أخوان، عادي بفهم الطريق والله. السؤال ده اللي دائما أسألكم إياه، ما فهم الطريق. وهنا هنا البرج اللي نحاول نوصل له، بس هنا كيف توصل؟ أنا من فين جيت؟ هو لازم تطلع هنا واضح. هذا هو البرج أظن، أظن ماني متأكد. بس كيف تروح؟ هنا راح أنزل تحت. من هنا؟ أنا جيت من هنا. يا إخوان أنا جيت من هنا. راح أتمنى تستحملوني. تعرفون أنا عاد بالطريق ما يحتاج. ممكن من هنا. جيب لي طلعة من هنا. أدري خلنا. ها؟ أنت كنت هنا. أدري اللي حط لي زي الصخور من هنا، إنه إيش مدى نطلع هنا؟ يعني مدى نطلع كذا بالدرج. والمفروض في حبل من هنا بس ما في. Come on, Sully. Give me some help with this door. من هنا أوكي. هيا سولي هيا. ليه ما يجي؟ أو صح. يعني لازم اخذ وقته سولي. Well, which way now? Not really sure. Why don't we try going down? ايوه خلونا ننزل تحت. Hey. Look at this. What the hell? It's one of Talbot's men. Was. That's impossible. They just got here. Yeah, but what could have happened to him? I have no idea, but I sure as hell don't like it. ما أدري إيش صار عليه، عارف هذا واحد من الجنود هذول اللي قاعدين نواجههم، بس ما أدري مات كذا بطريقة غريبة. كأنه جاته كذا زي اللعنة، عارفين؟ والله ما أدري، الله يستر. الأجزاء الماضية كان فيها وحوش، كذا يجي وقت تواجه بعض الوحوش. هنا واضح عندنا لغز جميل. Look at the tiles. Sabian script. Yeah. Doesn't say anything though. It's just nonsense. Anything about it in your notes? I'll stand over here so I don't step on any by accident. Good idea. Okay, okay. سؤال من البداية فك نفسه قبل أوقف هنا وأنت عاد حل اللغز ذا. Did Lawrence make any notes about this? Let me check. اوكي ورينا ايش عندنا هنا.
اوه هذا لازم نصورها بالجوال. طيب يا اخوان اللغز هنا عندنا، نعرف كيف انا بدأت من الاعلى ولازم تبدأ من الاسفل. شايفين السهم ذا ما شفته، السهم اللي تحت. فعندنا 4N 3X و4Y و2X و3N. هنبدأ من هنا. اوكي 1 2 3 4. كم اكس؟ 4 قلنا، 3 مو 4، 1 2 3، وبعده 4Y صح، 1 2 3 4، وبعده اظن 2X صح. صح بارك الله فيك صادق، 2X، 1 2، بعدين ايه؟ بعدين 3N، 1 2 3. اوكي وبالنهاية ذا. يا سلام والله كان لغز جميل صراحة. بالبداية سويته غلط، انا ليش سويته غلط؟ عشان اني بدأت من الاعلى، عارفين بدأت من 3N 2X، لا هو تبدأ من 4. عارفين قاعد اقول ان هو مو ان، بس يعني تقريبا زي حرف الان. عارفين انا مخي كذا يشتغل عشان احفظ، عارفين عشان احفظ الشكل. فاقرب شيء كان بالنسبه لمخي انا ذا انه ايش كذا، كانه حرف ان. Hey, little more light, Sully. You got it. مدري ليه هو عنده مصباح وانا ما عندي. حتى هو ما معه، معلش مع الولاعة هو. بس مدري المفروض حتى انا يكون معايا. Wait a second. Does this place remind you of anything? Yeah. Marlowe's creepy hideout, now that you mention it. Sully. Sully, this is John Dee's lab. All the way out here? In France? Well, he must have traced the clues back to the Crusades, just like Lawrence did. جون دي، من هو جون دي؟ hey, هذا مستشار الملكة إليزابيث يا اخوان، رسلته هنا هي. Sabian script again. But what are these symbols? Looks like he was trying to work something out. There's some sort of message written here in Anakian script. Think you can decipher it? I'll try. بعدين ايش يبغى نسوي؟ لو نشترى نلف على فين؟ The altar guards the entrance to the underworld. Huh. Well, he did use magic to conjure spirits. Yeah, or the altar could be hiding a secret passage. Oh, right. Help me push. Okay, okay. فعندنا طريق سري، secret passage. Look at that. Crafty old bastard. Why, thank you. Not you. John Dee. Oh. Go من هنا. Oh, here we go. Sully, give me a light. Yeah. حلو حلو. الشعلة دي راح تنور لنا. عارفين يا جماعة الخير انا الحين قاعد العب على، زي ما انتم عارفين، على بلاي ستيشن 5. فيا اخوان والله الجهاز جميل صراحة، وبدأت يد التحكم، والله يد التحكم حقت 5 رهيبة، انا من اكبر المعجبين فيها، وما لها صوت ما شاء الله. والله حتى البلاي ستيشن 5 ما شاء الله ما له صوت. افتكر كان عندي بلاي ستيشن 4 برو. يا ساتر استر، اعتقد صدقوني ما امزح، كانوا يسموه الطياره عشان كان صوته عالي 2000 مره، اكيد يعني مبالغه شويه انه زي الطياره. If you knew anything about the Atlantis of the Sands, you took it with him to the grave. So let's find the grave. Exactly. هذا medieval game show. Pretty elaborate. كم شيء تبغى تسوي؟ كم شيء تبغى تسوي؟ ممكن تسيبه عشان اشوف المذكرة. يا وقت ايش سويت؟ صح فوتو مود، صح. الحين خلونا نشوف ايش لازم اسوي هنا.
Looks like he was trying to solve this, but he never quite finished. Anything? He doesn't seem to be in any of these crypts. No. Now they would have hidden his tomb. Keep looking around. Keep looking around. ما أعتقد أقدر أحل اللغز ذا. عشان هو نفسه هذا جوري دي ما قدر يحل اللغز ذا. تبغون أنا أحل ما؟ ما أدري صراحة أنا عارفين. هذا اللي رقم 8 هنا. ما أدري يا إخوان. فجأة كذا خذ عندك اللغز ذا. عارفين. لغز حتى على صاحب اللغز نفسه ما حله يبغون أنا أحله. ايه واقف هنا يا صالح هل في شيء سري هنا؟ ما ادري ما شاف شيء. الرمز كانه تغير. ما ادري ليه ما يتفاعل مع الشيء ذا دريك عارفين؟ واضح في شيء مهم هنا اكتشفناه. ما ادري. ما ادري يا اخوان. خلوني اجي هنا وشو مدري الرسمة كانت يعني رسمة اللي شفناها هذي ايش تسوي الرسمة اللي شفناها يا اخوان ما ادري ماني ماني شايف اي شيء يقرب لنا سيكريت لاب مختبر سري ادري يا اخوان خلوني اجرب اشو كيف عندنا أكثر من شكل عندك الصقر والحصان والأسد أظن بس ما أدري إيش تسوي عنده والله كيف الحين نتحكم بالحصان صراحة ما أدري ممكن اجيبهم هنا الاشكال دي اجيبها هنا لا لا ما اعتقد الحل بهذه السهولة راح ادري ثواني خلونا نعرف الحل بعدين اجيكم بالعلم هو صفحة واحدة بس اظن اوه يا اخي قول لي في صفحة ثانية يا اخي لا والله هذا اللي حلناه اللغز اللي قبل شايفين ما في الصقر تبغى تحطه جنب رقم 8 وفوق المثلثات ذي خلينا نشوف بالله جنب رقم 8 ادينا الصقر ايوه اديني اياه مثلثات ايش كان على يمينه لا لا ثبت لي اياها هنا خلونا نشيل يا جماعة الخري والحصان ايوه كان زي كذا الصقر هنا والهذا الحصان اظن لا مو الحصان اللي زي الماعز اظن كان هنا هنا اظن لا مو هنا بله ثواني خشوف الصورة فين كان اوكي 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 الحصان تبغى تحطه واللي جنبه اللي جنبه اوكي حفظ يو الحصان حطه صح اظن الحصان صح هو حصان بالله معليش انا شبله اتمنى تستحملوني هو كان حصان ولا كان عشان في زي الحصان وفي زي يو حصان في زي الثور اظن احنا نبغى الحصان نبغى الحصان نبغى نحطه هنا اوكي دحين الشكلين الاخيره I get it.
The symbols on the floor show the four symbols that are supposed to surround the emblem on the wall there. Huh? Look, you just move the emblem so it's in the middle of the four symbols. It's easy. Want me to do it? Oh. All right, I'll give it a try. شكرا والله لو اقدر اصافحك يعني راح اصافحك يا عم سولي شكرا. عارفين طلع النظام اللي فهمته منه انا قاعد اشوف اربع رموز طلع الشكل ذا تخليه محاط بالاربع الرموز. اها بقول لك كذا انا ما كنت تدري والله عند الرمز ذا والرمز ذا وليت رمز هذا وذا 8 هذا وذا بينه بين الشكلين ذي الصقر تحطه ايوه الصقر حطه تمام صقر صح اصلا صقر كان من البدايه كنت عارف عشان الرمز ذا عارفين دحين خلينا نشوف الاسد هنا الاسد ما بين الاربع الرموز ذي ذا وذا وذا ذا وذا اوكي ان شاء الله ما انساه الاسد اعطينا الاسد وين الاسد اعتقد هنا الاسد ايوه الاسد ابغى احطه هنا متاكد الاسد هنا ايوه هذا مكان الاسد دحين الحصان مقرب لي فينه الحصان يقول لي هنا الحصان اعتقد حطه صح ايوه يصير بقى اخر واحد اللي هو ذا 8 الشعل اللي على تحت والنبالة 8 والشعل اللي على تحت والنبالة مين ابغى دحين ابغى ذا بزي الثور كذا ايوه 8 فين الشعل اللي على تحت هنا لا مو هنا هنا اها كافو جبتها يا جماعة الخير والله اخر شكل ما كنت متأكد صراحة كنت قاعد اسوي شختك بختك اخر شكل بس الحمد لله بنهاية جبناها Lord Godfrey I presume the one and only This is it. Here, hold this, will you? Sure. Look, it's some sort of amulet. Something written here. Gonna do this right on top of Lancelot, huh? Uh-huh. It's in Sabine script. Well, that'd be from ancient Yemen, all right? Yeah, exactly where Francis Drake would have landed back in the 16th century. Could be the name of a city? Yeah, from 3,000 years ago. Without the rest of that inscription, we still don't know where to look. Well, let's hope the other half is in Syria. Yeah, and the Cutter and Chloe can find it. طيب يا جماعة الخير كده وصلنا إلى نهاية حلقتنا الأولى من لعبة انشردت الجزء الثالث. اتمنى والله اتمنى من كل قلب ان اخوكم عبد العزيز كان خفيف عليكم والله اتمنى اخوانا كنت خفيف عليكم اذا كنت ثقيل والله اتمنى تعذروني وانا ان شاء الله يا جماعه باذن الله اشوفكم في الحلقات القادمه عارفين النظام كل يوم حلقه باذن الله كل يوم حلقه لين النهايه فاتمنى دعمكم وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في الحلقات القادمه في امان الله.